وانت يعني فاكره يعني يا سنجله اللي قاعده في البيت ان انت الوحيده بس اللي متمرمطه؟ ها وعايزه تهربي مع اي راجل يخبط على البيت؟ لا يا ماما مش انت لوحدك، احنا كمان كرجاله سناجل برضه متمرمطين وطلعان عين ابونا يعني. يعني تفتكريش مثلا ان انت يعني ها طلعان عينيك من امك؟ لا لا لا، احنا برضه عندنا امهات بتعرف ازاي تعذب السناجل وتحسسهم ان هم ما لهمش اي قيمه، ويطلع عينيهم كمان على شقات تحسهم ان هم يتنيلوا على عينيهم ويتجوزوا. ودايما بقى الكلام اللي يسم البدن بقى، عارفه الكلام هو اللي بيجي لك نفس اللي بيجي لنا احنا برضه، فاحنا واحد، احنا واحد في كل حاجه. ما تفتكريش يعني احنا كرجاله سناجل يعني الدنيا معانا زبادي في الخلاط، لا والله العظيم. لا والله العظيم احنا حنا يصعب على الكافر. يعني بس وعندنا اللي بيملص لنا ودنا والله العظيم. ونفس الاحساس اللي انت بتحسيه احنا كمان بنحسه خلاص يعني ما ده يعني بقى. والله العظيم تاني مش عارف اللي يشوف بلوه غيره بتهون عليه بلوته يعني مش يعني ما احنا بنتعذب اشد انواع العذاب يعني مش اي كلام وخلاص يعني ولا على طول على جنب ما يعني ما